انا دولة عبد الرازق، ساكنة في البارتش، وكنت تعبانة جدا جدا يعني، وكنت يائسة من حياتي، ما كنتش بقدر انزل السلم ولا امشي حتى في شقتي، حتى الاكل والشرب والبيت، الحمام حتى لما اخش لازم بنتي تدخلني لان ما بقدرش امشي، وجوزي يا اما هو يا اما بنتي، الاكل ما اقدرش اقف اعمل اكل ولا حاجه خالص خالص. بفضل الدكتور عبد الرحمن سالم جيت له المركز هنا، خلاني زي الفل، ولسه متواصله معاه على اساس ان هو بيعمل لي علاج طبيعي. الاول اشتغل على رجليا جامد، كنت تعبانه ما بطقش حد يمسك رجليا، الام جامده قوي. مع الوقت ومع التمارين ومع الأجهزة اللي بيعملها لي بقت الحمد لله زي الفل. دلوقتي بقدر أمشي برا بمشاية، كنت لما أمشي رجليا بتعمل صوت جامد زي ما يكون حاجة مزرجنة، نسمع أنا صوتها. دلوقتي أمشي الصوت ده اختفى خالص، والحمد لله اللي جاي كمان أحسن بإذن الله، لأن عمري لو فضلت اجي هنا على طول مش هنقطع ابدا، لاني شفت نتيجه ولله الحمد. قبل كده عملت علاج طبيعي كتير ما فاتش معايا الصراحه، بس هو ده الحمد لله فضل من ربنا ومن المركز بتاع الدكتور عبد الرحمن سالم، والفضل لربنا الاول وبعدين الدكتور عبد الرحمن سالم، وانا بشكره وربنا يخليه يا رب ويديله الصحة على قد ما هو مهتم بيا، لأن كان عندي رجل كمان قصيرة شوية، شافني وأنا ماشية قال لي عندك الحوض معوج، لما الحوض يتعدل رجلك هتتعدل، وظبطها لي ولله الحمد. ولسه كمان في تمارين للنفس، لأن أنا عندي دوخة جامدة أما أنام وأقوم أدوخ، فقال لي دي في تمارين لها للنفس هو اللي هيظبط الدوخة. وإن شاء الله بإذن الله أصور معاكم تاني وأكون ماشية في الشارع بإذن الله.